بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية السهم الدوار، درس صلة الرحم. كل واحد يجهز كتابه ونسأل السؤال. محمد، السؤال الأول، أريد من درس صلة الرحم اسم. استخرج لي من خذ الكتاب وانت مكانك واستخرج لي اسم. يلا اسم، طلع اسم من هنا. دي اسم صح؟ ودي اسمه ايه؟ برضو اسم. ونورة اسم، وأبيهما اسم. عرفت يعني اسم؟ يعني بيدل على اسم إنسان أو اسم حيوان أو اسم كتاب. طيب عبد الله، ناخد شغل السه. مد بالواو. عبد الله، اريد مد بالواو من الدرس. ها، نورة. احسنت يا عبد الله. سعود، هيا يا سعود، نلف العجلة. الف مكسورة. هيا يا سعود، طلع استخرج من الدرس كلمة بألف مكسورة من هنا. ها، عند عودة فواز ونورة من المدرسة بصحبة أبيهما استمعوا. عنك الكلمة يا أمامك. ها ها، أيوة، اسمها إيه؟ ها اقرأها يلا سعود. أيوة أيوة أيوة، اسمها إيه؟ إلى. ممتاز يا سعود، إلى. قال إلى، أخرها ألف مكسورة. ممتاز. أحمد يستعد، استعد يا أحمد. لا، ناخذ نلف تاني. طلعنا الاسم خلاص. مادي بالالف. فواز. كمان واحد. أبيهما. احسنت، ممتاز يا احمد. طيب انا همزه قاطع، كلمه بها همزه قاطع. أبيهما. أبيهما، همزة قطع. أحسن، همزة القطع تكتب وتنطق. أبيهما. تنوين فتح. يلا فهد، نشوف كده، ندور مع بعض فيه تنوين فتح ولا ما فيش. موجود في السطر ده اهو، دور هنا. مشي 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 مشي. ها، ما زي الكلمة يوما يوما يوما، تنوين فتح يوما. احسنت يا فه، رائع يا فه. تاء مفتوحه. يلا يا علي، ابحث عن تاء مفتوحه.
ممكن ندور من الأول. يا علي، هل توجد تا مفتوحة أم لا؟ فيه؟ إيه؟ لا، أنا عاوز التاء في الآخر. لا، لازم. إيه؟ لا، لازم التاء تكون في الآخر. زي أكلت، شربت. شربت. لا لا لا، لا يوجد تاء مفتوح. طيب أدي لك سؤال ثاني، أعطيك سؤال ثاني. فعل، استخرج فعل. الفعل هو ما يدل على عمل. أرحمنا. أرحمنا هذا اسم، أريد فعل. هو لا يعرف. يلا يا علي، إلى حرف، إلى حرف، أريد فعل. ها، هذه اسمها ايه؟ سألة. هذا فعل. ها، هذا ايه؟ فعل. عرفت يعني ايه فعل؟ تمام. طيب الان ايوه حمد، المذيع. ها، المذيع دي اسمه يا حمد. دايما يا ابطال الاسم يكون في ال او يدل على معنى. ها، استمعوا فعل. لا كده غلط. نزلوا. خلاص خلاص، جايين بالترتيب، جايين بالترتيب. سعد يا عمر، همزة وصل يا عمر، همزة وصل. سأل يا راجل، حرام عليه. همزة وصل تكون في أول الكلمة يا بني، في أول الكلمة. سأل، هذه همزة متوسطة على الألف. الأب، هذه الهمزة اللي في الأول، ال، همزة ال، هذه همزة وصل. أحسنت. أبيها. ها؟ أبيها قاطع. أبيها قاطع. ال شمسية. ركان. ال شمسية. ال شمسية ركان. أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول، لما الكل يقول الرسول يقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. نسمع نسمع. طيب عبد الله، ال قمرية. ال قمرية، يلا ابحث عن ال قمرية، موجود في السطر الأول. اليوم، اليوم، المدرسة، تنطق ال القمرية. حرف مشدد. عبد الله، فوا، الواو على شدة. أحسن، فواز. سعد يا عمرو، والرسول، الراء على شدة. لا ناخذ تنو. أسلوب استفهام، ندور على أسلوب استفهام، بيسأل سؤال. ها، لا 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 لا، عمرو اللي هيطلع علامة. ما معنى الرحم يا أبي؟ هذا سؤال أسلوب استفهام. ما معنى الرحم يا أبي؟ ما معنى صلة الرحم؟ هذا أسلوب إيه؟ استفهام. تلاقي في أداة استفهام وتلاقي علامة استفهام ورا كده معوجة زي الاثنين. خلاص؟ ودايما أدوات الاستفهام مثل ماذا، من، كيف، كم، متى، هل، أين، ما. ماذا تأكل؟ كيف حالك؟ أين بيتك؟ متى تلعب؟ هل فهمت؟ هذه اسمها أدوات الاستفهام. أقول إيه؟ ماذا؟ ماذا تفعل؟ بصوا أدوات الاستفهام، ماذا، من، من، من هذا، كيف، كم، كم عمرك. فإن الأدوات الاستفهام
ماذا من كيف كم متى هل أينما ماذا من كيف كم متى هل أينما متى بتطلع عرفت عرفنا علامة الاستفهام وتلاقي في الآخر علامة الاستفهام تنوين كسر منصور طلع لي تنوين كسر يا منصور كسرتين ها كلمة فيها كسرتين هيا يا منصور هو لا يطلع في مليون واحد أساسا لا لا ما في مليون ولا حاجة ما كتير لا نعوز كسرتين كسرتين ها كسرتين ما هذا اسمه ايه مو زي عن مزيعن فواز تحت كسرتين طيب فواز مزيعن طيب يا منصور زعلان منك يا منصور تاء مربوطة يا عبد العزيز اسمع بقى اسمع عبد العزيز كلمة بقى تاء مربوطة نورته طيب طيب في أولاد خدت فرصتها وتتكلم زملائهم لهم حق تنوين ضم هيا يا عيد تنوين ضم من هنا ها ايوه اهو فوازن احسنت يا عيد بارك الله فيك فوازن واسم مد بالياء علي ها اخس عليه اخس عليه عليها عليها سكون وقبلها فتحه بس يا بني ما تسكت بقى يا حمد المد بالياء لابد ان يكون قبله مكسور اسمع يا بني يا ابن سيبو اعطيه فرصة فيك ها فيك فيكي طيب أبي فيكي مذيع لازم يا عبد الله ما يكون قبله فاتح تاني روح يا عبد الله 50 مرة في العمامة عبد الروح روح يا عبد الله بعيد يا عبد الله ماشي حرف جر حرف جر مين يعرف طلع لي حرف جر عيد حرف جر يعني في قول له احمد من الى على عن في من الى على عن والكف واللام والباء دي حروف الجر في من الى على عن شايفين الحرف اهو من الى عن على في هذه الفعل اكل يشرب ادرس الاسم وليد سلطان غزال كتاب بس مكتوب همزه فوق في الاسم خطا المفروض الاسم بدون همزات ما في عليها همزات بحرف اقول له حرف في استمع الى مذيع يقرا في عرفنا يعني حرف في من الى لا استمعوا دي فعل اخر حاجه ابطال خدناها سلطان طلع لي همزه وصل يا سلطان يعني لا تنطق زي كده اسمها ايه الاب الرحم هذه همزه الوصل الرحم طيب اخر سؤال محمد تنوين كسر يا محمد في السطر الاول يا محمد
فوازن. شكرا.